سرايا لازم نسمعها ونبارك لها ولها الف مليون مبروك. مساء الخير يا كابتن سرايا. الو كابتن سرايا. مساء النور، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كويسه. اولا ببارك لك واقول لك الف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. ما شاء الله فيه. احسن هدافه، هدافه افريقيا، واحسن لعيبه في البطوله، وقبل كده هدافه افريقيا، ما شاء الله الالقاب على ايدك يعني بتتوالى، واول مره في السيدات يكون عندنا الالقاب دي ورا بعض، ولا ايه رايك؟ تقولي ايه؟ اه والله الحمد لله ان انا قدرت ان انا في اخر ماتش بصراحه اجيب اهم باسكت في الماتش، اللي هو كان حتى السكور كان ساعتها 15 14 وكان فاضل بالظبط يعني 20 ثانيه او حاجه، وكانت الكوره معانا. جبت اخر ثلاثيه في الماتش، فهي كانت باثنين بوينت، فرفعتنا خلاص عنهم، عدتنا عنهم بكثير يعني، كان فرق ساعتها ثلاثه، كان صعب ان هم يجيبونا تاني. والله انا ما كنتش اعرف خالص ان انا ممكن اخد احسن لعيبه في البطوله، بس قبل البطوله ما تخلص بيوم لما لقيت الاتحاد الدولي عمال يقطع لي فيديوهات، فحسيت بصراحه اني ممكن اطلع من احسن ثلاث لعيبه في البطوله. بس لما قدرت ان انا اوصل بفرقتي السيمي فاينل مع اوغندا، خصوصا كمان ان اوغندا هي البلد المستضيفه للبطوله، احنا كنا مقلقين جدا ان عشان البطوله في اوغندا حكام وجمهور، كنا خايفين جدا، بس قدرنا بصراحه ان احنا ما نديش فرصه ولا للحكام ولا للجمهور ان هم ما يبقوش معانا، قدرنا نحسم الماتش من اوله. في ماتش الفاينل انا بصراحه اول مره في حياتي اكسب مالي، فان احنا نقدر نكسب مالي بره مصر انجاز صراحه تاريخي لينا، وخصوصا كمان بعد ما اخذت كاس احسن لعيبه، خدت احسن ثلاث لعيبه في البطوله وهدافه البطوله، ده بالنسبه لي انجاز صراحه انا مبسوطه بيه قوي، فخوره بادائي واداء المنتخب، خصوصا ان احنا كنا ثلاثه مش اربعه. انتوا الثلاثه، انت ونور وهاله. انا ونور وهاله، وكان المفروض يبقى معانا حد رابع، بس كان كل ما يبقى في حد رابع بيبقى في عنده مشكله، لو امتحانات او شغل او كده، ففي الاخر خلاص الاتحاد ما قدرش يعمل حاجه، فصفرنا ثلاثه. وكنا الصراحه في الاول كنا تعبانين وكده، بس في الاخر قلنا لا احنا هنجيب البطوله. اول مره نلعب البطوله دي يا كابتن سرايا؟ اول مره. نعم، اول مره نلعب البطوله دي، ما كناش بنلعب قبل كده في الماضي، ما كناش بنلعب بطولات 3 على 3. يعني احنا دخلناش دي تاني مره ندخل افريقيا، السنه اللي فاتت انا كان المفروض ابقى اروح معاهم افريقيا، بس كان بعد البطوله العربيه اللي كانت في مصر اللي احنا دخلناها مع الاهلي، كان عندي مزق في الخلفيه فما قدرتش ان انا اشارك معاهم، فاعتذرت عنها. بس ساعتها غالبا هم ما وصلوش دور الثمانيه، الحمد لله احنا المره دي قدرنا طلعنا تاني المجموعه، فلعبنا السيمي فاينل في المجموعه الثانيه اوغندا، ولعبنا مالي فاينل، بس ان احنا بصراحه يبقى نبقى اربع فرق، اثنين منتخب كبير سيدات ورجال ومنتخب تحت 18 ولاد وبنات، ونقدر ناخد ثلاث افريقيا من اربعه، ده بصراحه انجاز. احنا الاربع فرق ما حدش فينا كان متوقع الانجاز ده، ثلاث بطولات في يوم واحد. انت شخصيا قبل ما تسافري ما كنتيش متوقعه انك تكسبي، كنت معايا وكنا بنتكلم وكنا بنقول ان في بطوله صعبه واكيد دخول مالي في الموضوع، لكن احكي لي في كوره مهمه قوي عملتيها، هي مش ثلاثيه، هي من بره المنطقه، وفضلتي رافعه ايدك لغايه ما البوينت نزل وفضلتي باصه للكوره كده بتقولي انزلي في الباسكت، مظبوط؟ هي فعلا حتى ما نزلتش. احكي لي الموضوع. ايوه اهي قدامك اهي، نفسها تطلع بس لا لا، اصل هي دي اللي بقول لك عليها اهم كوره في الماتش، اللي هي اول لما جت على طول عرفت انت كسبت بالظبط، اللي هو كان خلاص فرق 3 بوينت وفاضل 10 ثواني، فما قدروش ان هم يعني، كانت هي بصراحه هي اللي قضت على الفريق في اخر ثانيه، خلاص جبتها، وكان فاضل ثانيه على 12 ثانيه، الهجمه 3 على 3 تبقى 12 ثانيه 24. فهي جت في اخر ثانيه، وانا والله انا فعلا وانا بشوطها عارفه انها مش رايحه، يعني مش رايحه ناحيه الباسكت خالص، قعدت بقى تلف جوه شويه، والنبي ادخلي ادخلي دخلت على طول. لا بجد استريحنا احنا ثلاثه، استريحنا اللي هو هنريح الهجمه دي مش مشكله، خلاص هي هجمه واحده، حتى لو جابوا باسكت او جابوا ثلاثيه احنا كده كده فارقين عنهم بوينت. اخر سؤال عايز اساله لك، ايه كيلوباترا كره السله المصريه؟ والله قبل البطوله ما تخلص بيوم انا لقيت الفيبا الاتحاد الدولي كانوا منزلين انه خلاص ننسى كيلوباترا، في نيو كوين جايه مش بس كيلوباترا يعني، بس بصراحه كانوا عاملين لي فيديو حلو قوي انه يعني قدروا يقطعوا الحاجات الحلوه اللي انا عملتها في البطوله وحطوها في فيديو، صراحه انا اصلا شفت الفيديو اتصدمت، ما صدقتش ان هم عاملين لي فيديو بالحلاوه دي ومركزين معايا ومقطعين لي فيديوهات، صراحه كانت فخر ليا انه انا يعني الحمد لله دخلت البطوله دي وبطوله افريقيا اللي قبلها متقطع لي فيديوهين، وانا قلت كل اللعيبه اللي بتلعب ومش لعيبه اي كلام، لا لعيبه فريق مالي، نيجيريا، اوغندا،
بوتسوانا، بنين، لا فعلا فرق افريقيه جامده موجوده على طول. فان انا يتقطع لي انا بس من وسط الناس دي كلها، ده بصراحه فخوره جدا بالاداء اللي انا عملته في البطوله دي واللي قبلها. بصي اكيد انا بقول لك الف مليون مبروك كابتن سرايا محمد، بنشكرك وبقول لك الف مليون مبروك، دايما تالق ودايما مزيد من التالق، وان شاء الله باذن الله نبارك لك على بطولات افريقيا بقى في النادي الاهلي وبطولات عربيه. انا عارف ان انت عندك حماس وروح قوي جدا، ان شاء الله انت وكل الابطال اللي معانا هاله ونور، ان شاء الله باذن الله في المرحله اللي جايه يكون عندنا كمان نضيف لرصيد النادي الاهلي بطولات افريقيه وعربيه. الف مليون مبروك لكابتن سريه.